قصة صعود أحمد شيبة من العمل باليومية بعشرين جنيه لغاية ما الظهر لعب. كثيرا ما يرى الجمهور لحظات النجاح التي يعيشها النجوم ويحسبون أنها جاءت صدفة أو أنها ضربة حظ، ولا يعرف الكثيرون أن قبل الوصول للقمة يتعرض النجم لعثرات كبيرة تجعله يسقط ويقف ويقاوم لسنوات طويلة ليحفر اسمه ويجعله ضد الصدمات. وهذا ما ينطبق على المطرب الشعبي أحمد شيبة، الذي برز اسمه منذ سنوات قليلة رغم أن مشواره الغنائي يمتد لأكثر من 25 عاما. وكشف شيبة الذي عرفه الجمهور منذ سنوات قليلة من خلال أغنية آلة لعبت يا زهر أنه عانى كثيرا لكي يصل لما هو عليه الآن، وأنه عمل باليومية وفي مهن كثيرة في بداية حياته المهنية، وكان يحصل على أجر زهيد، ولكنه رغم الصعوبات التي مر بها إلا أنه تمسك بحلمه في الوصول النجومية والتي بدأها من الصفر، وأن زملائه الفنانين يعلمون المعاناة التي عاشها، حيث إنه كان يحصل على 20 جنيه في الحفلة، وعندما لمع وأصبح معروف أصبح أجره 150 جنيها. ونشأ شيبة الذي ولد في الإسكندرية بمنطقة الأباري على أصوات كل من عدوية ومحمد رشدي وعبد الإسكندراني بجانب كل من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وما زال يتواجد مع أهله في هذه المنطقة ويحتفل معهم بمناسباته السعيدة كأعماله الجديدة وعيد ميلاده، مؤكدا أن أغنية آه لو لعبت يا زهر كسب منها حب الناس، ولكنه في نفس الوقت لن يتغير قائلا: أنا بسيط، بحب أهلي وناسي وأهل منطقتي. وعن الاتهامات التي توجه للمطربين الشعبيين، كشف شيبة أنه في بداية نجاح أغنية آه لو لعبت يا زهر كان يخشى أن يقال عليه صاحب الأغنية الوحيدة، لذلك حرص بعدها على تقديم عدد كبير من الأغاني المميزة والتي حققت نجاحا كبيرا، مؤكدا أن كل الأغاني التي قدمها طوال مشواره الغنائي حققت نجاحا ولكن بشكل متفاوت.